مدرسة الأثر لنا للتصميم والتراث بتبني على شغل اللي مجاورة بتعمله في المنطقة هنا من سنة 2012. المدرسة متقسمة عندنا 3 برامج وفقا للفئة العمرية. الفئة الأولى هي فئة الأطفال سن من 7 ل 14، وده الفئة اللي احنا بنستهدفها أصلا من أول ما بدأنا مبادرة الأثر لنا. الفئة اللي بعدها فئة الشباب من 14 ل 18. الزخارف موجودة في الأسباب، كان في جامع زمان هنا. واخيرا فئه المهنيين، ودي فئه اول مره احنا نستهدفها من خلال مدرسه ممنهجه بهذا الشكل، ودول من سن 18 ل 35. انا كنت اسمي 2، هقسمه 2 كمان. برنامج الاطفال ضفنا على البرنامج المعتاد بتاع معسكر خليفة الصيفي موديولز ليها علاقة بالفنون والعلوم، بتختبر برضو مناهج التفكير التصميمي. وحدات الدراسة في الموسم الأول من مدرسة الأثر لنا للتصميم والتراث كانت مقسومة نصين، نص ملموس ونصها مع التراث غير الملموس. منهجيتنا في اختيار الوحدات اللي احنا هنقدمها يعني للمشاركين كان ليها علاقة شوية بالإمكانات المتاحة في المنطقة. وحدات غير الملموسة بقى اشتغلنا على حاجات مختلفة، في منها اللي كان بنتعامل معاه على انه وحدة بننتج من خلالها منتجات بتتبع يعني منهجيات التفكير التصميمي زي الحكي والإرشاد السياحي. الاتنين دول كانوا بيتعرفوا فيهم المشاركين على ازاي يبنوا القصة بتاعتهم، ازاي يبنوا المحتوى اللي هم هيتكلموا فيه وهيحكوه للعروض. وفي وحدة الأفلام الوثائقية كنا مركزين فيها أكتر على إنهم إزاي يستعملوا الصورة والصوت في إنهم يوثقوا الشغل بتاعهم، فهي كانت أكتر منها وحدة لتعليم أداة أو مهارة جديدة عن إنها حاجة لإنتاج منتج فعلاً يعني. في نهاية الموسم الأول كان عندنا حفلة ختام لأنشطة المعسكر الصيفي أو أنشطة برنامج الأطفال، ودي كانت منفصلة عن الحفل الختامي بتاع برنامج الشباب والمهنيين. قضى طول اليوم شغال لغاية ما لم 3 عملات ذهبية. التراث مش بس كلام مكتوب في كتب ومش بس حاجة تاريخية أو بحث معمول، التراث ممكن يتقدم في صور متنوعة كتيرة جدا بنحاول إن احنا نستكشفها في مدرسة الأثر لنا للتصميم والتراث.